السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها الوضع الاقتصادي الكارثي في البلاد والحديث حول إنشاء هيئة لتدارك هذا الانهيار. الوضع الاقتصادي الكارثي يفرض نفسه على مشاورات الكويت، فبعد 5 أسابيع من انطلاق المفاوضات بين الحكومة والميليشيا والتي لم تتقدم حتى الآن في أي من محاورها، أضيف الملف الاقتصادي ليكون إحدى النقاط المطروحة على طاولة المشاورات. المبعوث الأممي الذي اقترح تشكيل ما أسماه هيئة لإنقاذ الاقتصاد بأسرع وقت ممكن تستفيد من الخبرات الاقتصادية لتدارك الوضع واتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة حتى لا يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي. توسعت رقعة الفقر في اليمن وتخطت نسبته 60% من السكان بعد توقف الإنتاج وحركة النشاط الاقتصادي وهيمنة ميليشيا الحوثي والمخلوع على الدولة واستنزافها للخزينة العامة في تمويل حربها، وبقيت كل المعالجات غير كافية لإيقاف الانهيار المتسارع الذي يكاد يتحول إلى كارثة إن لم تكن تلك الكارثة قد حدثت أصلاً. وفيما لم يعرف بعد تفاصيل الاقتراح الذي تقدم به المبعوث الأممي، فإن الحديث يتركز الآن عن جدوى هذه الهيئة في هذه اللحظة، وما إذا كانت هذه الهيئة مجرد تدبير آخر لإطالة عمر سلطة الانقلاب أو فشل جديد لن ينتج عنه أي حلول حقيقية لوقف الانهيار الاقتصادي في البلاد. ما الذي ستضيفه هيئة الإنقاذ الاقتصادي للمشهد القائم؟ ومن سيسير أمورها؟ وكيف ستعمل إن تم تشكيلها؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور حديثنا لهذا المساء، لكن قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. تكرموا بالبقاء معنا. أيام قليلة تفصلنا عن تنفيذ اتفاق تبادل المعتقلين بين الحكومة الشرعية والميليشيا. يأتي هذا التقدم بدخول المشاورات السياسية في الكويت شهرها الثاني، حيث يجري الحديث عن إحراز تقدم في ملفي تسليم السلاح وتبادل المعتقلين الذي سينفذ مطلع الشهر القادم. لكن الطرفين يختلفان فيما يبدو على عدد المعتقلين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وبينما تشير مصادر قريبة من ممثلي الميليشيا إنه سيتم مبادلة 1000 سجين، قالت مصادر في الحكومة إن الاتفاق ينص على إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين يتجاوز عددهم 4000 معتقل، وتأخذ الترتيبات طريق تقديم قوائم بأسماء المعتقلين إلى وسطاء من الصليب الأحمر خلال 2 على أن تشكل بعدها لجان محلية تتولى تسليم عمليات التبادل. استمرار الحال على ما هو عليه سوف يؤدي إلى مزيد من التضخم. رافق الحديث عن التقدم الطفيف في الملف السياسي حديث آخر حول اقتراح هيئة إنقاذ اقتصادي أيضا أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، الذي حذر من أن استمرار التدهور الاقتصادي قد يؤدي إلى مزيد من التضخم في الأسعار، وهو ما سينعكس على الوضع الإنساني والاجتماعي. لكن وزير الخارجية المخلافي قال إن الحكومة حريصة على إنقاذ الاقتصاد من الكارثة التي تسببت بها الميليشيا من خلال إجراءات ترفع يد الميليشيا وليس إلى شرعنة تدخلها في الشأن الاقتصادي. وبدأ الاحتياطي النقدي بالتلاشي من النقد الأجنبي الذي كان يبلغ نحو 4 مليارات دولار قبل الحرب، حيث تتهم الحكومة الجماعة الإنقلابية الذي تسيطر على العاصمة صنعاء وجميع مؤسسات الدولة بنهب الأموال، ما تسبب بتفاقم الأوضاع ونذير أزمة اقتصادية حارقة. الأمم المتحدة التي اطلقت تحذيرات منذ وقت مبكر بشأن التدهور المتلاحق تجدد من وقت إلى آخر نداءاتها، إذ تؤكد إن معظم اليمنيين البالغ عددهم 26 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات غذائية، ونصفهم تقريبا على شفا المجاعة. يأتي كل ذلك في ظل الحديث عن وقف مؤقت لإطلاق النار منذ الشهر الماضي لإعطاء فرصة لمحادثات السلام في الكويت، بينما تواصل الميليشيا حربها على الأرض مرتكبة مئات الخروقات بشكل متكرر. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. إذا تابعنا هذا التقرير، سيكون معنا في حلقة اليوم للحديث حول الوضع الاقتصادي في اليمن ومعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي، وكذلك سيكون معنا أيضا رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر.
إلى أن تجهز هذه الاتصالات. بالتأكيد الوضع الاقتصادي لا يخفى على أحد في اليمن، هناك تدهور كبير بعد أن قامت الميليشيا باستنزاف الاحتياطي النقدي في البنك المركزي الذي كان يبلغ ما يقارب 5 مليار دولار. عمدت الميليشيا منذ إسقاط الدولة على نهب المال العام على استنزاف كل الاحتياطي النقدي وتسخيره في معارك ضد اليمنيين في يعني إطالة أمد الحرب. هناك مقدار يعني السحوبات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي ما يقارب 25 مليار شهريا من خزانة الدولة، ولا زالت الميليشيا تواصل هذا الاستنزاف للاحتياطي النقدي في البنك، ولم يتبقى سوى ما يقارب 100 مليون دولار من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي. هناك أيضا تدهور اقتصادي كبير، هناك الأرقام الأخيرة من الأمم المتحدة تحدثت بأن 20 مليون في اليمن بحاجة ماسة إلى الغذاء والدواء، هناك أكثر من 7 مليون يمني الآن باتوا يعانون من الجوع، هناك كارثة صحية كبيرة تعاني منها البلد، انهيار العملة، بدأت العملة تنهار بشكل كبير ومتسارع، الدولار الآن وصل ما يقارب الدولار مقابل 300 ريال يمني بعد أن كان في الفترات السابقة ما يعادل 2 ريالين فاصل 15 من عشرة. هناك أيضا كارثة اقتصادية كما تعلمون لا تخفى على أحد، الوضع الاقتصادي في اليمن يزداد سوءا، كارثة اقتصادية كبيرة، الحرب مستمرة، المشاورات في الكويت لا زالت مستمرة، هناك الآن أنباء تتحدث من قبل ولد الشيخ بأنه سيعملون على تشكيل هيئة اقتصادية تعمل على تدارك الوضع القائم، البعض يتحدث من بعض المحللين السياسيين على دول التحالف والدول الداعمة لليمن أن تقوم برفض البنك المركزي اليمني للحفاظ على العملة من الانهيار الكبير، الانهيار التام الذي سيدخل البلد في مجاعة كبيرة لا سيما في مع امتداد أمد الحرب وفي ظل حكم الميليشيا التي لا تبالي في اقتصاد البلد ولا يهمها ذلك. إذن إلى أن تجهز هذه الاتصالات، إذن انضم إلينا الآن مدير أو رئيس مركز الإعلام الاقتصادي الأستاذ مصطفى ناصر من القاهرة. أستاذ مصطفى مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا بك استاذ مصطفى. يعني هناك اقتراحات من قبل المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ بتشكيل هيئه لتدارك الاقتصاد الوطني، باعتقادك هل هذه الهيئه ستقدم شيء يحفظ للاقتصاد اليمني من الانهيار، يعني يعمل على ابقاء العمله كما هي عليه، ام لن تقدم ولن تؤخر؟ كيف تقرا انت الوضع؟ طبعا الوضع الاقتصادي في اليمن وضع خطر للغاية وأصبح فعلا مقلق كثير ويتطلب حلول عاجلة، لكن أعتقد أنه الحل الاقتصادي لا ينفصل كثيرا عن الحل السياسي. نعم، فإيجاد فقط معالجات لمشاكل مؤقتة أو مسكنات للأزمة أنا أعتقد أنه لن يحلها بشكل كلي، وإنما يشكل مهدئات بسيطة أو مسكنات لن تفي بالغرض، فما يزال الوضع الاقتصادي يعاني من استنزاف، والجماعة الحوثي تسيطر على كل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات المالية. نعم، بما فيها البنك المركزي الذي لم يعمل بحيادية خلال المرحلة الماضية. الآن قريبا تم تعيين وكلاء للقيام بأعمال مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وغيرها من المؤسسات، هناك حالة إحلال في كل المؤسسات الاقتصادية، وبالتالي هنا تكمن ما لم يتم معالجة هذه الإشكالية برمتها في ابعاد الجانب الاقتصادي. نعم، عن هذه الهيمنه وهذا الاستغلال. نعم استاذ مصطفى، اذا ما تشكلت استاذ مصطفى اذا ما تشكلت هذه الهيئه كما ذكر ولد الشيخ، هل فعلا بوسعها يعني ايقاف هذا الانهيار الحاصل في الاقتصاد؟ الا اذا كان يقصد ولد الشيخ هو انقاذ جماعه الحوثي وشرعنتها في الجانب الاقتصادي، فهذه مساله مختلفه. أعتقد أنه ما لم يتم فعلا تحريض البنك المركزي الذي الآن يعني ومؤسسات المالية وكل مؤسسات الدولة، الآن تم إيقاف مرتبات كل كثير من المعارضين لجماعة الحوثي
تمت اتخاذ إجراءات فصل، وهذا للأسف الشديد أيضا تم بعد الاتفاق بين الحكومة والحوثيين بأن يعود محافظ البنك المركزي وإلى صنعاء وأن يتم تحييد عمل البنك المركزي، لكن مع ذلك لم يتم تحييد هذه الإجراءات الاقتصادية وظلت الممارسات مستمرة. نعم مصطفى، هل بمقدور هل بمقدور الحكومة الشرعية أن يعني توقف مثلا إيرادات كل الدولة، أن تنقل البنك المركزي من صنعاء، أن توقف كل الإيرادات التي تصل إلى البنك المركزي وتتحكم بها الميليشيا؟ بمقدورها إذا عادت إلى الأراضي المحررة وبدأت فعلا تنشط أو تعيد تنشيط التجارة عبر الموانئ التي تسيطر عليها وعمل حسابات أو فتح اعتمادات لاستيراد المواد الغذائية والمواد الأساسية والمشتقات النفطية، وبالتالي توفير هذه الاحتياجات الأساسية لليمن كلها. فمسؤولية المسؤولية على الحكومة تقع تحت مسؤوليتها كل المواطنين في اليمن، نعم، ليس فقط من هم في المناطق المحررة، ولذلك يجب عليها أن تعود وأن تبدأ بإعادة عمل المؤسسات الحكومية وتبعدها عن السيطرة. الآن للأسف الشديد هي لا تمتلك من الأمر شيء، هي في الخارج ولم ترتب وضع هذه المؤسسات، وهنا تكمن المشكلة. نعم تكرم بالبقاء. نعم أستاذ مصطفى، بكل تأكيد لن يكون هناك حل جذري. نعم تكرم بالبقاء معنا أستاذ مصطفى نصر، يعني ينضم معنا الآن في هذا اللقاء معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي من القاهرة الدكتور محمد الميتمي. دكتور مساء الخير. مساء الخير. معالي الوزير، كما سمعت من الأستاذ مصطفى نصري أن الأهم الآن أمام الحكومة الشرعية بأن تعودوا إلى الداخل وتمارسون بإيقاف كل الإيرادات التي تصل إلى الميليشيا، فتح البنك المركزي في المناطق المحررة، وربما هذه تكون إجراءات عملية ستوقف من نزيف انهيار الاقتصاد في البلد وانهيار العملة. أنا الحقيقة ما تابعت، لأن أنا لسه الآن انضممت إلى القناة وما تابعت إيش نعم. الموضوع الرئيسي الذي يجري حول الحديث يعني، وإيش قال الأخ مصطفى نصر يعني. تحدثنا معالي الوزير، تحدث مصطفى معالي الوزير في هذه النقطة بأن بمقدور الحكومة لو عادت إلى الداخل إلى المناطق المحررة ونقلت البنك المركزي واحتفظت بالإيرادات إليها وقامت بتشغيل الموانئ وتصدير النفط، ممكن هذه تحفظ للاقتصاد الوطني وتحفظ العملة من الانهيار. تفضل. أولا يعني كما يقولون هناك مثل معروف، العين بصيرة واليد قصيرة. الحكومة اليمنية على علم بحجم الأزمة الاقتصادية والمأزق الاقتصادي الذي تعيشه اليمن، وعلى إدراك واسع، والحكومة اليمنية ذهبت إلى عدن ثلاث مرات رغم الظروف الأمنية الصعبة التي كانت هناك. نعم. إدراكا منها بأهمية تواجد الحكومة في اليمن لمعالجة أوضاع الناس والالتحام بهمومهم وقضاياهم، باعتبارها هي المسؤولة الوحيدة عن اليمنيين، يعني بوصفها حكومتهم الشرعية. نعم. ولكن علينا أن نكون على درجة من الموضوعية والواقعية، أن الوضع الاقتصادي الراهن هو وضع كارثي، والإيرادات بسبب توقف إنتاج النفط والغاز المورد الأساسي لموازنة الدولة، نعم، من 70% لموازنة الدولة إلى صفر يعني. نعم. مسألة استعادة هذه الموارد ليست لا تعني بوجود الحكومة، إنما يعني لمجرد عودة أعضاء الحكومة إلى نعم. المناطق المحررة، لأن الإيرادات النفطية تتحرك من تلقاء ذاتها. نعم. يعني النفط والغاز يحتاج له إلى بنية أمنية متكاملة يمكن توريد وتصدير إنتاج الغاز وتصديره إلى مناطق الاستيراد، وهذا في الواقع كما نعرف لدينا 3 مليون برميل في ميناء الضبة، وعندنا موانئ أخرى، وكذلك الشركات المنتجة النفط وقفت على الإنتاج،
يحتاج الأمر إلى أكثر من مجرد أن تعود فقط الحكومة بأعضائها. هذه الفترة معالي الوزير، هذه الفترة نعم معالي الوزير، هذه الفترة الماضية كاملة ألم تكن كافية لأن تقوموا عمل شيء في هذا الخصوص؟ يعني أنا أتكلم وفقا للمعطيات ولا أتكلم وفقا للرغبات. نعم. الحكومة اليمنية ملمة إلمام كافي بآلام اليمنيين وحجمهم ومعاناتهم. نعم. والحكومة عرضت نفسها كما تعرف أكثر من مرة في الذهاب إلى المناطق المحررة لجزء من واجبها متابعة والعيش مع أوضاع المواطنين اليمنيين والسعي لإيجاد حلول لوضع الاقتصاد الراهن. نعم، ما هي هذه الحلول معالي الوزير؟ ما هي هذه الحلول معالي الوزير؟ ولكن الحلول هو إمكانية استعادة السيطرة الأمنية الكاملة على هذه المحررة بحيث يمكن للشركات المنتجة للنفط أن تعود وتقوم بعملية الإنتاج وعملية التصدير في الظروف الأمنة، لأنه الشركات النفطية ونحن نعرف والأخ مصطفى يعرف منذ 2014 وقد بدأت تستخدم سلطة القوة القاهرة. نعم. وهذا ما حاولت الحكومة اليمنية لتجنبه حتى يمكن إعادة الإنتاج والتصدير. نعم. لكي تتمكن من الحصول على الموارد الذي توفر بها الخدمات الأساسية للسكان. نعم معالي الوزير، معالي الوزير إذا تكرمت. نعم معالي الوزير، أنتم يعني قبل تقريبا 3 أشهر من الآن أقريتم أولويات عاجلة، منها تصدير النفط، منها ترشيد النفقات، منها تقليص موظفي الدولة وخاصة الإزواج الوظيفي وغير الإجراءات التي أعلنتم عنها أنها ستكون مهمة وعاجلة لي يعني المشاركة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني. هذه الخطوات إلى أين وصلتم صحيح فيها؟ صحيح. وتعلم أن رئيس الحكومة اليمنية الأستاذ الدكتور أحمد عبيد من دغرح إلى حضرموت، وكما تعرف أن الجماعات الإرهابية حاولت أن بكل السبل وهي المرتبطة بمشروع الدمار الذي يجري في اليمن أن تحول من وصول هذه الحكومة، ولهذا هناك تنسيق كامل مع قوى التحالف لضرب شبكات الإرهاب في اليمن حتى يكون عمليات الإنتاج والتصدير وكذلك بقية البنى الأساسية للنشاط الاقتصادي قادرة على النشاط بأقل مستوى من المخاطرة. نعم. فهذا العمل يجري الآن بالتنسيق مع التحالف، وأعتقد أن هناك بالشراكة مع التحالف نجاح كبير فيما يتعلق بضرب شبكات الإرهاب. نعم. حتى يمكن العمل على إحياء البنية الاقتصادية بشكل كامل. نعم. في اليمن يعني. نعم معالي الوزير تكرم بالبقاء معنا، أعود للأستاذ مصطفى ناصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي. أستاذ مصطفى، إذن من خلال كلام معالي الوزير بأن إعادة تصدير النفط يبدو صعبا على الأقل في هذه المرحلة، يعني إيقاف نزيف الانهيار الاقتصادي ليس مرتبط بعودة الحكومة بقدر ما هو مرتبط بإعادة الحياة إلى طبيعتها وتأمين كل المرافق والإيرادات والموانئ في المناطق المحررة. من وجهة نظرك هل هناك مثلا تحركات أخرى لو قامت بها الحكومة وشرعت فيها ستكون وتمثل عامل أساسي في استقرار الاقتصاد والعملة؟ أنا تحدثت أنه ليس شرطا أن يتم النقل الكامل للبنك المركزي إلى المناطق المحررة، ربما هناك فيتو على هذا الجانب، وسبق أنه تدخلت حتى الدول الكبرى لوقف أي خطوات في هذا الجانب. لكن ما أريد أن أؤكد عليه أن هناك مؤسسات المالية ابتداء بالبنك المركزي وكل المؤسسات، مؤسسات الدولة الإيرادية تحت سيطرة جماعة الحوثي، وبالتالي هناك حتى إحلال بالتوظيف وأيضا سيطرة على الموارد واستغلالها. تحدثت الحكومة عن استنزاف شهريا 25 مليار، وهناك استنزاف للاحتياط النقدي من العملات الأجنبية أو شك على النفاذ. كل هذه الخطوات والحكومة بعيدة لأنها لا تملك أيضا الموارد ولا تمتلك صنع القرار، وبالتالي كان الحل هو إيجاد بدائل تتمثل بعودة الحكومة إلى المناطق المحررة والبدء بإعادة المؤسسات. الآن كان هناك اتفاق على عملية حيادية البنك المركزي، لكن للأسف الشديد لم يكن هناك حيادية، تم استنزاف الاحتياطي، وأيضا تم فصل الآلاف من الموظفين، قطع مرتبات العديد من الموظفين، وهذه إشكالية كبيرة. هناك إيرادات ما زالت
تورد من منافذ تابعه للمناطق المحرره من جماعه الحوثي وتورد الى البنك المركزي الى صنعاء. نعم اذا ما توقفت مصطفى نعم استاذ مصطفى اذا ما توقفت هذه الموارد من الموانئ او المنافذ التي لا زالت هناك ايرادات كبيره تصل الى خزينه الدوله وتورد للبنك المركزي الذي تشرف عليه ميليشيا الحوثي، اذا ما قامت الدوله بايقاف هذه الايرادات واستخدمتها لدعم الحكومه، هل ستشكل فارقا حقيقيا في الحفاظ على الاقتصاد الوطني؟ اقصد انه كان يفترض ان يتم وضع معالجات لعمليه استيراد المواد الغذائيه التي الان البنك المركزي بدا يتخلى عن دعم أو فتح اعتمادات لدعم المواد الأساسية. هذا الدور يفترض أن تقوم به الحكومة بالتعاون مع دول التحالف في إيجاد خطوط اعتماد لتمويل الواردات من المواد الأساسية، السيطرة على المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة، وبالتالي البدء بتجميع الموارد ومعالجة والتخفيف من بعض المشكلات الاقتصادية. نعم. الحكومة حتى الآن لا تمتلك أي موارد، وبالتالي نعم. فعلا هي يعني خارج البلد والموارد كلها تورد إلى العاصمة صنعاء، والعاصمة نعم. صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، وبالتالي هي لا تمتلك أي خطوات على الأرض. نعم. هذه مشكلة نعم. يفترض أن تعالج نعم. تعالج من قبل الحكومة، وتتحمل مسؤوليتها الحكومة، يتحمل مسؤوليتها دول التحالف. نعم. بعض المحافظات يعني مر عام من تحريرها وحتى الآن ما تزال تستلم مرتباتها من نعم. من نعم مصطفى. من صنعاء وهي نعم. تحت رحمة الحوثيين. نعم تكرم البقاء معي أستاذ مصطفى. أعود إذن لمعالي الوزير الدكتور محمد الميتمي. دكتور إذن من خلال ما ذكره الأستاذ مصطفى، لماذا لا تتحركون في المساحة التي لكم فيها قدرة على إيقاف هذا النزيف الاقتصادي؟ لماذا هذه الإيرادات لا تورد عن طريقكم إلى جهات معينة، بنك فرع بنك المركزي في عدن أو أي جهات أخرى تحفظ وتدعمكم في سير أداء الحكومة بشكل أفضل؟ أيوة. أيضا من المهم جدا أن تكون الحقائق والمعطيات واضحة كما هي عليها الواقع، وليس كما يحب أن يراها الناس يعني نعم. أو يحب نعم. أن يقرأها الآخرون. ما هي الحقيقة إذن معالي الوزير؟ مثلا معالي الوزير معالي الوزير معالي الوزير أنا أتكلم إذا تكلمت معك بلسان المواطن البسيط، دائما ما يتساءل المواطن اليمني في الداخل، لماذا البنك المركزي اليمني لا زال حتى اللحظة تديره الميليشيا وتستنزف كل إيرادات الدولة؟ لماذا كل إيرادات الدولة من الموانئ من النفط من المنافذ تتورد للميليشيا والميليشيا هي ما تتحكم بها؟ تفضل. يعني دعني أوضح لك هذه الحقيقة بالمعطيات والأرقام. نعم. أولا تعلم أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في أكثر مناسبة يعلنون ويقرعون جهة الإنذار عن الوضع الكارثي في اليمن. نعم. الوضع الاقتصادي. نعم. وهم يحذرون منذ أشهر ويرسلون رسائل قوية إلى جميع الأطراف وشركاء اليمن بما فيها المجتمع الدولي أن استمرار الوضع الاقتصادي الراهن على النحو الذي ينوي عليه في الوقت الراهن هو كارثة اقتصادية كبرى ممكن أن يسبب انهيار اقتصادي شامل، وهو أخطر نتائجه من الحرب التي تدرها منذ عام. نعم. ولكن علينا أن نقرأ معاني هذه الكلمات عندما نتكلم. نقول أن هناك الآن إنتاج النفط ويذهب إلى البنك المركزي، لأن هذه معطيات غير صحيحة. النفط والغاز توقف تماماً. تمام. لم يعد هناك من موارد ولا وسائل للتصدير، يعني موارد الموانئ والمنافذ والضرائب. ايوه انا اتكلم عن الموارد السياديه للدوله التي نعم. كانت قبل الحرب تصل الى اكثر من يعني في عام 2014 يعني نهايه 2014 كان عائدات النفط تتجاوز 5 مليار دولار. نعم. توقفت هذه تماما في 2015. نعم. وأصبحت الدولة الآن الحكومة اليمنية على شفا الإفلاس التام. نعم. يعني جميع إيرادات الدولة اليوم من جميع المصادر بما فيها الضرائب والجمارك والموارد الأخرى. نعم. التي يجري الحديث عنها لا تتجاوز 49 مليار ريال يمني. بينما الإنفاق الشهري، أنا أتكلم في الشهر الواحد. نعم. بينما الإنفاق الشهري يزيد عن 144 مليار، أي نعم. أن هناك عجز تام بحدود 98 مليار ريال يمني شهريا. نعم. هو الفارق بين ما يتم إنفاقه على الأجور والمرتبات. نعم. هذه الفجوة الهائلة تشكل أحد مصادر الكارثة الاقتصادية الذي نحن عليه اليوم. ولهذا عندما
يعني انا اقول هل بكل من دون اي مبالغه او مزايده، عندما التقى الرئيس مع بان كي مون في نيويورك قال له اني انا امد يدي للسلام لانني اخشى على بلدي من وقوع في كارثه اقتصاديه كبرى. نعم. نحن نريد السلام قبل اي طرف اخر. اذا ربطنا معالي الوزير، اذا ربطنا يعني حديث الرئيس عبد ربه منصور هادي معالي الوزير اذا تكرمت، اذا ربطنا هذا الطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي لبان كي مون امين عام الامم المتحده، جاءت الخطوه الان وحديث بن ولد الشيخ عن تشكيل لجنه اقتصاديه لانقاذ الاقتصاد الوطني، ما مدى يعني قدره هذه اللجنه ان تشكلت على الحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار؟ طيب خليني انا اعطيك تفاصيل في الموضوع لانني انا شخصيا منخرط في هذا الموضوع منذ حوالي 4 أشهر. نعم. فيما يتعلق بهذا الفريق او ما يطلق عليه يمن ايكونوميك اكزيكتيف جروب او المجموعه الاقتصاديه التنفيذيه. نعم. وهذا مقترح قدمه السفير الذي عينته وكاله التنميه الامريكيه السفير لويس بروك. نعم. وقدم مشروع بتشكيل فريق اقتصادي مشترك بين الحكومه اليمنيه والأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. نعم. ويجري الحديث أن تكون الحكومة اليمنية ومجلس التعاون البنك الدولي هو المشرفين الرئيسيين على هذا المشروع. نعم. وبالشراكة مع بقية الشركاء الإقليميين الدوليين. نعم. الحديث يجري هناك يقين من جميع الأطراف أن الوضع الاقتصادي في اليمن كارثي، وأنا أعتقد أن الأرقام بليغة جدا يعرفها الجميع، حيث أن اليوم لدينا 81% من السكان. نعم. يحتاجون إلى مساعدة إنسانية أو بعبارة أخرى تحت خط الفقر. نعم. وهذه الأرقام رغم حجمها لا تستطيع أن تعبر عن نفسها بالمعاناة الإنسانية الكبيرة، ولهذا الحكومة اليمنية منذ وقت بكر تقريبا من حوالي 9 أشهر بالتحديد شكلت اللجنة العليا لإعادة الإعمار والتنمية، وكان أحد القضايا الرئيسية هو معالجة الأوضاع الاقتصادية العاجلة. نعم. هذا المشروع الذي يجري الآن تشكيل فريق اقتصادي، أنا أريد أن تكون هذه الرسالة يسمعها بما فيها الشركاء الدوليين من. نعم. من قناة سبا. بلقيس. جميع التقارير الدولية. قناة بلقيس معالي الوزير. أرجو أن يسمعها. قناة بلقيس. نعم. أنا أرجو أن يسمعها أن فكرة هذا الفريق بأن يكون هناك مجموعة من الخبراء الاقتصاديين اليمنيين ومع شركاء دوليين، هناك محظور مهم للغاية. نعم. علي هذا المحظور ذكر في تقارير هذه المؤسسات الدولية. آخر تقرير نشره البنك الدولي في أكتوبر 2015 يقول أن حال إشكالية الأزمة الاقتصادية اليمنية أن هناك وجود نخبة متمحورة حول الريع النفطي، وهي نخبة قليلة كانت تأثر بموارد ثروة اليمن. نعم. لها مورد القوة والسلطة. نعم. ينبغي أن وكانوا هؤلاء، كانت هذه النخبة القليلة الضيقة كانت هي أحد الأسباب الرئيسية في إفشال كل محاولة الإصلاح الاقتصادي والتصدي له. نعم. إلى متى ستستمر؟ هل يعني ستعملون حلا لهذه يعني التلاعبات التي تقوم بها هذه اللجنة كما ذكرت، وهل سنشهد هناك خطوات حقيقية سواء من التحالف العربي، من المجتمع الدولي، القوى الداعمة لليمن في هذا الخصوص، أم سنظل ننتظر حتى يستنزف كل الاحتياطي المتبقي في البنك المركزي وتحصل هنا الكارثة مع الوزير؟ بالمناسبة الكريم، لم يعد الاحتياطي سواء 100 مليون دولار الاحتياطي المبني في البنك المركزي مع الأسف. يعني نحن الآن إذا ما بعد هذا 100 مليون انهار من 4 مليار و125 مليون. نعم. في نهاية 2014 إلى 100 مليون دولار اليوم. نعم. لأن نتكلم الآن نحن أمام كارثة اقتصادية كبرى، ولهذا سوف نشهد عن هزات عنيفة اقتصادية إذا لم يتم وعلى الفور وضع حلول اقتصادية بالشراكة مع شقائنا في دول المجتمع الخليجي والمجتمع الدولي. نعم. والحلول دون. نعم. الانهيار الاقتصادي التام، وهذا ما تخشاه الحكومة اليمنية. معالي الوزير، سؤال أخير إذا تكرمت. نعم. معالي الوزير، سؤال أخير. وتدعو شركائها. نعم. معالي الوزير، وضحت نقطتك، لكن في سؤال أخير معالي الوزير إذا تكرمت، بسبب ضيق الوقت إذا تكرمت معالي الوزير. هناك من يقول بأن هذه اللجنة التي دعا لها ولد الشيخ وأنتم الآن تبحثون عن حلول لإنقاذ الاقتصاد هي أيضا إنقاذ لميليشيا الحوثي لكي تستمر في قتل اليمنيين، لكي تستمر في تمويل حربها ضد اليمنيين. لا، أولا دعني أقول لك أن هذه اللجنة لم يتم البت فيها في أسمائها، ولا هي ما زالت تقيد المقترحات،
والحكومة اليمنية الشرعية لها رؤية واضحة لموضوع المعارضة الاقتصادية. لم يتم الآن البت في طبيعة هذه اللجنة وهيكلها ومن هم الأسماء الموجودين فيها. نعم. حتى الآن هذه ما زالت مقترحات على ورق. أنا الذي أود أن أوجه إليه وجه رسالة من خلال هذه القناة في موضوع اللجنة، أننا لا نريد إعادة إنتاج الأزمات بإدخال أشخاص كانوا سبب في هذه الأزمة. نعم. والتقارير الدولية وبما فيها البنك الدولي يتكلم عن هذه تلك النخب التي حالت ووقفت ضد الإصلاحات الاقتصادية، ينبغي أن لا يكون لها أي دور في اللجنة القادمة. نعم. لأنها هي المسؤولة عن هذا الوضع الاقتصادي منذ عشرات السنين، ولا ينبغي، وسوف يصاب الشعب اليمني بالإحباط إذا رأى شخصا من أولئك الذين كانوا سببا في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة لليمن أن يكون لهم موقع في هذه اللجنة. أشكرك. ونحن لا نقبل أن يكون لهؤلاء الفاسدين موقع في هذه اللجنة. أشكرك جزيل الشكر معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. الشكر أيضا للأستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة حتى الملتقى. تقبلوا تحيات معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني حتى الملتقى في حلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن. السلام عليكم.